السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نرحب بكم في حلقة جديدة من عجنها عجام. طبعا أبث لكم خبر حزين وأنا بابتسامتي، بس أنبه تفاعلكم عشان نبدي في الموسم الثاني. هذه الحلقة قبل الأخير، وضيفنا هالمرة غير عن كل ضيوف، ضيف تربينا هي مسلسلاته واحنا صغار وللحين قاعد يمثل لنا، الاستاذ والممثل القدير جمعان الرويعي. نرحب بالاستاذ جمعان الرويعي ابو صالح ونشوفه ويانا شلون بيعجنها عجان. بسم الله. طبعا معليش لا استعجل، ما عليك ترى الطبخه. بسم الله الرحمن الرحيم. رحب بك ابو صالح. حبيبي يسلمك. الله يسلمك. انزين، طبعا البرنامج شفته. نعم. عندك 30 ثانيه. اوكي، بس يبين عليك طباخ. يعني ها زين، يعني مو طباخ. ايه؟ طبخه واحده انا اطبخها. شنو؟ في قاعته ما شاء الله. اي، واسوي بعد صالونه خثاق وربيان. ما شاء الله، يعني عندك ايه. انت اوكي الاشياء الصعبه الك. اي لا اوكي. ايه انزين، احنا بنشوفك في الاشياء اللي مو سهله ولا صعبه نفس اللي قلت. اوكي، شنو يعني؟ توقع همبرجر؟ لا طبختنا الرنجينه. رنجينه هذه لازم اتصل في الوالده. الو هلا يما، شلونك؟ كيف حالك؟ تمام، يسلمك عافيتك يما. بسألك سؤال وبسرعة جاوبيني، أنا قاعد أسجل الحين في التلفزيون حلقة لازم أطبخ، أعطيني المقادير وشلون يسوونها وبسرعة لازم تقولي لي. الرنجينة يحطونها في صحن، لحظة حن شنو نحط؟ طحين؟ إيه؟ أوكي، غلاس، خلوني يتشفشف يعني أطبخه، صح؟ أوكي، أحمسه بدون شيء، إنزين، بعدين ايه نص كلاس دهن. اوكي واصبه فوقه لين يطبخ وبس، وبعدين نحط الرطب اها بروحه وبس فوقه سهله. ما شاء ابو صالح محاتي فكره صعبه. هيل دارسين؟ لا انا ما في برنامج تصوير، مو انت تسوي لي. ايه ولازم انا اللي اطبخه. زين كان سوي لنا صالونه على الاقل. هو اذا انت اذا بنسويها الصالونه ما بتنعجن عجن. اها. زين الدهن وينه؟ هذه من النخل على طول صح؟ نخلة بيتنا. اوكي صح، ما انا افكر من البارحه قلت بيسووا لي شنو. اسمه مهنا اعطيته وش اسمه باستا اعطينا يعني مهنا. توقعت انا شيء كذي يعني من دي الاشياء. ها طحين رقم كم؟ هذا طحين ما ادري. انزين ابو صالح كم نقول بداياتك سنه كم؟ اول مره مثلت؟ انا من يوم صغير كنت اتمنى ان اكون ممثل، يعني حبيت التمثيل. تعرف من المحرق احنا كان سينما المحرق كنا دائما نروح لها، افلام الهنديه افلام الاجنبيه في السبعينات، ف كنا ساعات اذا ما عندنا فلوس نمشي من بين الجمهور ندخل نشوف الفيلم، يعني نشوفه يعني هلا. على ايام اميتاب باتشان كان توه طالع يعني في ذي الفتره، يعني كان في عطائه، يعني هذه يمكن الحكي 76 77 اكتشفت عمري يعني. بدينا نكتب العمر. اوكي. ايضا كنت اشوف الاعمال الكويتيه خصوصا الله يرحمه عبد الحسين الرضا، يعني حببنا في الفن من الاوبريتات اللي سواها درب الزلق يعني. والاعمال بعد التاريخيه يعني جحا، مدينه الغرباء. وحتى مسلسل إلى أبي وأمي مع التحية. أحمد ما يبي كلمك ولا يمشي معاك، فهمت؟ لا تعلي صوتك وتأدب.
طبعا الحين انت تتكلم جيل يمكن مضيعين في بعض العناوين بس الاعمال الجميله اللي كنت دائما اتخيل ان انا اروح الكويت وامثل معاهم ويصيرون ذيلين ربعي واصدقائي اعيش هناك عندهم في المسرح وانا صغير حلم الحمد يعني لله حلم وبعدين صار حقيقه على فكره يعني لله. الحمد لله يعني استاذ عبد الرحمن العقل هدى حسين الاسماء هذه الكبيره يعني اللي كنا نشوف من صغار فمو بعارف وين اروح ها مو تسولف وياي اوكي سولف وياي صح صح ايه. لا عجن بعدين بعدين احترق تقول انت قلت تسولف وياي اوكي اوكي فالمهم إيه؟ الى انتقلت الصف السادس في مدينه عيسى مدرسه إيه؟ عثمان بن عفان يا الاستاذ الله يرحمه صالح الفضل ودخل علينا كان توهم بيجربون ماده مجالات يبتدونها معنا من السادس على اساس انهم يبتدونها في الصف الاول اعدادي دخل علينا قال السلام عليكم انا اسمي صالح الفضل انا خريج المعهد العالي للفنون المسرحيه بالكويت قال انا حاب اسوي ورشه عمل بعد الدراسه اللي حاب منكم حاصل عنده موهبه التمثيل ايه طنق على طول انا ما صدقت متى اروح البيت اتغدى بسرعه وارجع اول واحد وابتدينا سوينا الورشه وكان دائما يشوفني يقول لي جمعان انت ممثل زين انت ممثل زين كذا وكذا فالمدير ما كان يحب المسرح وقف الفرقه رحنا الاول اعدادي يانا الصبح في الطابور اتذكره يا الاستاذ صالح الله يرحمه يودنا تسلم سيدي احنا ثلاثه محمد القطان ووليد علي وانا معهم قال اليوم العصر بمر عليكم الساعة 4 في مسرحية للأطفال يبون ممثلين أطفالها صغار فيبي تشوفكم المخرج رحنا هناك في نادي توبلي أتذكر وعطونا الأدوار وقعدنا نقرأ قراءة الطاولة أنا خلوني ممثل احتياط كانت بداية يعني تنتظرها ومتحمس وبروفات قراءة ما أعرف أنا أول مرة فتعرف تقول الحوار ما تمثل يعني تقرا عادي فالمهم عطوا الدور حق الله يعطيه الصحه والعافيه واحد اسمه عبد الهادي شملوه اخوه احمد عيسى تسوون بروفات يوميا واروح انا قاعد ساكت تشوفون واحد ساكت في حاله وقالوا بيخلوني ويا الاطفال اللي يرقصون انا قلت لا والمخرج قال يبغي يقيس الفصل الاول ايش قد مدته علشان يبتدي في الفصل الثاني عشان يوازن المسرحيه فقالوا شلون الحين عبد الهادي كذي عنده مباريات ودوري وكذي قالوا زين كاج معانا احنا هو الاحتياط ماله عطوا الناس وخلوه يوقف في مكان ويقرا مكانه هاج معانا ايش رايك؟ قلت لهم لا انا حافظ ما ابي ناس قالوا ها بدون ناس قلت لهم اي انا حافظ انصدق زين الحركه بتوقف قلت لهم لا حتى حافظ الحركه وكل شيء بدون لا بروفا ولا شيء والله ما شاء الله ابدا ابدا المهم يلا نبتدي يلا ابتدينا تشوفون واحد غير اللي كل يوم جاي اللي قاعد على بورد وتشوفون واحد يلعلع ويصرخ وكذا واحمد الصايغ الله يذكره بالخير استانس معاي وتشوف واحد يلعب معاه وكذا ويحاججه ويرد عليه ويضحك لا ويوقفون اقول له يغلطون في الحركه اقول له لا انت استاذك انت تروح مني وهذه هني وبعدين تحب بديت في اخراج فيستغربون وش السالفه حافظ خلصنا الفصل الاولي قاعد نعتقد الريحه زينه اتوقع صح المهم خلصنا الفصل الاول احمد الصايغ مستانس عليه دلين وقالوا اوكي الفصل قالوا تعال احنا شلون كمان نهدت لي ما يصير ما يصير زين وانا قاعد شيء ساكت تسمعهم يناقشون المخرج المنتج الممثلين احمد عيسى كان بعد ويانا فقالوا ما يصير نخليه كذي جمعان ما يصير موهبه غير وكذا فقال احمد عيسى ما عليكم انا بكلم عبد الهادي قلت له لا ما يصير وكذا المهم ثاني يوم رحت ولا قال لي خلاص معانا الدور حقك هذه البدايه والبدايه يعني ان انا ما سويت بروفات ما سويت اي شيء والحمد لله لما عرضنا المسرحيه ردود الفعل كانت جميله خصوصا ان الناقد الكبير المعروف يوسف الحمدان كتب عنه مقاله وهو معروف انه شديد اللهجه في اي عمل مسرحي يشرشحه مثل ما نقول يلذعه فذكر استاذ صالح الفضل ذاك اليوم احنا كنا في الصف واحنا كنا في صف واحد الثلاثه وليد علي ومحمد القطان فطق الباب علينا على المدرس قال استاذنك بس بغيت جمعان محمد وليد تعالوا عند باب الصف
قال لي تفضلوا طلعنا اللي يقولون شوفوا صوركم في الجريدة محطوطين صورنا كذا ومسرحية ومنشيت ويمدح وكذا. قال شوفوا شلون هذه تعرفون من ذي اللي كاتب؟ مين؟ قال يوسف الحمدان. زين من يوسف الحمدان؟ قال هذه يوسف الحمدان ما يعجبه شيء في البحرين. ذاك اليوم بعد تليت أعرف من يوسف الحمدان والحمد لله. أيوة لا تقول احترق بعدين ها. إنزين تقدر تشيل عن الشولة إذا؟ إيه شوي رايحة. حط عليه الاثنين. إيه عشان بعدين ها. بس حلو شوي يصير بعد محروق يعني. إيه ما في مشكلة. عندك الموضوع. لا بس شكلها الحمسة زينة صارت. يعني الوسط الفني ابتدوا يعرفوني دائما. فنانين الكبار مثل عبد الله ملك، أنوار أحمد، جاسم شريدة، ذليل. حلو. فابتديت من مسرحية والأستاذ حمزة محمد كان يعني مثل أبوه. فكنا دائما كل سنه نقدم يعني في السنه عمليه مسرحيه. وذيك الفتره كان مسرح الطفل كان في اوجه يعني ثمانينات فعلا. كان نحن للاسف قليل احنا مسرح الطفل. صح لا صح شكلها اول اعمال تلفزيونيه سهره تلفزيونيه اسمها فجر يوم اخر. كانت يعني بطوله استاذ محمد ياسين كان توه راجع من الامارات. كان بابا ياسين هو معروف شخصيه بابا ياسين. والاستاذ بعد شفيق يوسف المرحوم جاسم شريده. وكان في الشرقاوي كانت بعد نفس الشيء. كان توها يعني صغير توهم طالعين. هاي بلا 60 يمكن. لا 60 في دروس الحين. وايضا سويت فيلم قصير كان حق اداره المرور. حلو. اي يسموه طفلك والدراجه الهوائيه. اي هذه بعد كنت يمكن في ثاني اعدادي. كان هذا الفيلم كان اللي بيروح ياخذ ليسن او كاتشه يطالع. هذه موجود هناك. اي بشكل يومي يعرض كفيلم تعليمي يعني شلون تقيد السياكل وكذا يعني. وسويت مسلسل في رمضان كان اسمه من الغلطان. وهذا الحين احنا نتكلم في مرحله الاعدادي. كل الاعدادي هذه ما شاء الله. اوكي يعني بعدها لما رحت الثانوي سمعوا عني المدرسين ان انا ممثل معروف وكذا. فقال لي استاذ احنا عندنا مسرح مدرسي ايش رايك تشارك معنا؟ قلت له والله ليش؟ قال احنا عندنا مسرحيه باللغه الفصحى. ترى اشتغلت الجوله مره ثانيه. ايه اوكي اسمها هاملت لغة عربية. فعجبني الموضوع اللغة العربية أول مرة كلها عامي أمثل وكذا. فرحت معاهم. إنزين أستاذ أبو صالح طبعاً سر التميز في مسلسل سعدون اللي الناس لحين يمكن ينادونك برا جمعان. لا ينادوني سعدون. جيب هذا. أوكي سعدون للحين الناس سعدون ينادونك سعدون. في ناس ما يعرفون اسمي جمعان. انزل سر تميز هالمسلسل الا لحين يعرب يعني اذا ما هدا انت وش بتسوي؟ طفي فرجنا ده انت ريال. يمكن الحب، الجدية، الإخلاص، التعاون يعني من كبير العمل إلى أصغر واحد فيهم. كان الكل يعني فعلا مخلص لكل شخص يشتغل في دوره سواء ممثلين، فنيين، إدارة إنتاج. كان فعلا احنا كنا عائلة واحدة يعني. زين عطوني كرشة كذي صغيرة خل أذوق أخاف عجنتها عجان. أيضا يعني أستاذ راشد الجودر كتب نص حلو وشخصيات حلو صراحة. شخصيات جميلة. وكان نتكلم عن فترة مهمة في تاريخ البحرين. عن بداية مثلا نقول الانفتاح البحرين. وأيضا الحركة مثلا الاجتماعية السياسية التجارية. فهذه كنوع من التوثيق كان أيضا يعني. يعني أتكلمك شفته من زمان يوم أنا صغير الحين رديت طالعت لا تشوف الطريقة ثانية. في لقطة مميزة ان انت ويا المرحوم الله يرحمه. الله يرحمه علي علي. إيه شخصية مهدي. ان الموسيقى حزينة ان انتم ما عندكم الليلة عشاء. ايه ما تشوف الا مرة واحدة كيف تنقلب الموسيقى الى اللي تضحك. بس بعد ما مات ابوي صرنا فقارة. ليش؟ عمي خد فلوس ابوي كلها. سبحان صح الله صح صدق صح كان علي عمل متقن. علي يعني في ذي العمل ايضا يعني قدم دور ما شاء الله يعني. شاء الله شخصيه صحيح. مهدي من الشخصيات الجميله. الحين هي برزت الخلطه خلاص. انا اتوقع خلاص. شيء
زين ناشي الحين حطت الرطب شلون؟ حطه اعتقد نصفه على الصحن. زين بالكشور لو بدون؟ لا بالكشور. بالكشور بدون إيه؟ بالطعام لو بدون؟ بالطعام يسوونه بدون طعام؟ لا لا بالطعام. حالات كذي. انزين في مشهد في سعدون، روحت سعدون للقاء الاستاذة زينب العسكري. شو وش اسم شخصيتها؟ والفرق مال الشعر. الفيلم وين؟ في الزنوبة اللي انقصت. هذي وقتها تنقصين. هذي وانتي صاحية في شيلة الواحد يلبسك. بعد مقصوصة. انتي صاحية وتفشين بعد مقصوصة. مسكين رجع ما كمل. من المسلسلات الحديثة اللي الأستاذ جمعان الروعي أبدع فيها وحس أنه أدى الأداء اللي كان يتمناه أو أنه وصل إلى المستوى اللي كان في مبتغاه. يعني الواحد يعني ما يقول أن هذه حدي، لازم طموح مفتوح. صح. يمكن شخصية من الشخصيات اللي استمتعت فيها في فيلم الشجرة النائمة 2014 قدمته. هني فعلاً حسيت ان انا كان عناصر الانتاج متكامله وفعلا اعطوني حقي في ان انا اؤدي هذه الشخصيه، وكان المخرج محمد ابو علي والمؤلف فريد رمضان الاستاذ فريد رمضان. ففعلا اعطيت هذا العمل، حسيت ان انا مستمتع في ذي الدور، وان وصلت لمرحله اللي تتكلم عنها ان تقول هذه اللي انا كشخصيه قدمته. حلو. يقول لي المخرج، يقول لي انت في لحظات كنا ناديك جمعان ما ترد علينا، لما نقول لك جاسم تلتفت. وصلت ليها المرحلة ان انا متشبع في الشخصية ومعطي حقها، يعني عايشينها، عايشة معطيها حقها. يعني دي الشخصية انا اعتزلت الناس. كنت بس وما اطلع اي مكان، اروح انام اهيئ نفسي حق ثاني يوم، اعرف المشاهد اقراها، اروح انام ارتاح، اصحى ثاني يوم ما عندي اي اتصال باي احد، ما عندي اي شيء، اروح للمنقطع عن الدنيا بس تمثل هالكاركتر. اي اسلم عليهم بالتصوير وكذا، واروح اقعد في الغرفه بروحي ليه ما يهيئون ما حق المشهد وابتدي ارجع. يقول لي يعطني فتره الناديك جمعان ما ترد علينا. اي يعني يقول لك جاسم تلتفت. حتى لما خلصنا التصوير يعني كنت اقول حق المخرج، قلت له شخصيه جاسم يعني تمت معي اشهر. يعني تلبستني فعلا. هذه لما يقول لك ان الممثلين برا عقب ما يؤدي شخصيه يروح لطبيب نفسي علشان يرجع حق شخصيته الطبيعيه، لان انت دخلت عالم ثاني، احاسيس ثانيه انت مو متعود عليها، فتلبستك انت. حلو. فتبتدي خلاص انت تعيش. وفعلا ليه قبل عرض الفيلم احيانا كنت امشي في الشارع وابتدي احس اني قاعد اراجع الحوار وكذا، قلت تعال خلصنا تصوير، انا ليش بعد العمل احد يشوفني بالاشاره؟ اذا تمت يمكن ليه شهر 12، انا خلصنا في شهر 4 صورنا، استمرت معاي ليه نهايه السنه ليوم عرض الفيلم. فيوم خلصنا عرض الفيلم في دبي كان مهرجان السينما، فعقبها قلت له تعال يا اخي خلني امثل قدامك. رحنا الغرفه قلت له في اشياء بحس بطلعها ليه الحين فيني ما صورتها ابي اقولها. فقعد سويت لي الجو كذي هدوء، قال يلا اكشن، دشيت ابتديت اطلع افرغ الاشياء اللي ما سويتها في الفيلم او مشاهد ما سويتها ما انقالت. فعقبها خلصت حسيت براحه، التفت عليه المخرج اللي دموعه قالت ما شاء الله دموع، قال لي كذي؟ قلت له اي والله، بس الحين حسيت ان انا خلاص حمل وانزاح. اي حمل وانزاح. ها ويش نجرب. تجربتك مع احمد شريف في برنامج المصباح الله. زين هذه تجربه يوتيوب كانت جديده عليه. اي اول مره. وش كانت التجربه؟ انا شوف جربت مع احمد شريف، جربت مع احمد شريف قبلها فيلم قصير اسمه عصابه الامهات. قدمه في العيد حق اسمه احمد شو، كان مقدمه في مسرحيه ومن ضمنها فقره كذي فيلم. فلما قعدت معه حتى بكلمني احمد شريف قال لي ابغيك تصالح في شغله كذي كذي. احمد شريف
داخل علي زين شنو اوكي يلا خل اروح. فقعدت يعني كانت معرفتي فيه بسيطه يعني السلام عليكم السلام وكذا. وحاب فعلا انا كنت يعني شغله طريقه تقديم لان كنت اتابع لما كنت في الامارات حلو. واقول من ذي الولد إيه. اوكي حلو انه كذا. فلما ناداني وقال لي فكره الفيلم شفت لا ولد صح قاعد يشتغل شغل نظيف وفاهم هو ايش قاعد يسوي. كان احتلال الطياره هذه عقبها مالت احتلال الطياره. وعطاني الافكار وقال لي حاضر اسوي كذا كذا. قلت له خلاص توكلنا على الله. وحاليا قاعد نحضر حق الجزء الثاني للمصباح. كان مفروض نصوره في رمضان بس الكورونا طبعا. ابو صالح ابيك انت تبدي وتعطيني انطباع طباخ. لا الطباخ ما طباخ ما يضل. انا ابغى اشوف الرياكشن الحين. ويش عجنت عجان ولا انت تيم؟ ودي حق الوالده شوي والله رفعوا عليه. ما توقعت ان انت تسوي الرنجينه كذا صح؟ لا ولا يوم يعني تفكر. لا لذيذه صراحه. انت يوم تشيك دي تشيك بروحه اللي انت تقول ما ادري ما اسقط شفتك محاتي ايه بس بعدين تذكرت بس طعمها شيء. ابو صالح كم تتوقع التقييم؟ انا اعطيك 8.5 تستاهل بصراحه. طبعا هذه حلقتنا قبل الاخيره. نعم بنختم البرنامج باقي حلقه الاخيره. الحلقه الاخيره ان شاء الله. وان شاء الله ترجعوا مره ثانيه ان شاء الله في الموسم الثاني ان شاء الله. ان شاء الله ابو صالح كلمه اخيره. طبعا سعيد جدا بتواجدي مع الشباب وخصوصا مع سيد وفرحت جدا لما دعاني وشفت النموذج مال الحلقه والطريقه الفكره الجديده اللي انتوا قدمتوها. فعلا يعطيكم الف الف عافيه يا شباب. بس لا فعلا برنامج جميل واتمنى يعني انه هو فعلا يصير له انتشار ان شاء الله. واتمنى مو بس باليوتيوب ينتقل الى التلفزيون. ننتظر ان شاء الله فعلا والله اتمنى انه يصير استضافه في المستقبل انه حتى التلفزيون يتبناه. اتمنى للشيء. نباك تتحدى شخصيه للموسم الجديد. اتحدى سامي رشدان. ما شاء الله كانت شخصية في بالنا. لا سامي رشدان خلي سموي استاذ سامي رشدان ان شاء الله الموسم الجاي عجال لكم. ما يعرف يطبخ؟ ما ادري والله ما جربته صراحه. انزين نشوفكم ان شاء الله في الحلقه الاخيره. ونبى هذه الحلقه تضرب ان شاء الله. لايك شير سبسكرايب اللايكات عشان بصالح. يستاهلون الشباب عشان سعدون حبيبي سيد. نشوفكم ان شاء الله في الحلقه الجايه. We'll be right back.